العلمي. كان هذا جديد صالح العلمي، ونتمنى لك انت ايضا بالتوفيق ان شاء الله في المستقبل، عوده الى جو المفاجآت. هذا السيد لو جلس الى جانبي على يميني هو ايضا اوقعنا به في كمين. والله ما تحشم والله ما تحشم، إنسان كبير كما هذاك مخرج معروف تروح تلوح له الشبكة وتحكمه. لكن كان كمين لطيف وجازت سلامات. على كل حال أنا نظن بلي منعت أنا. جازت سلامات. منعت يعني على كل حال. كلمة فقط قبل أن نبداو نشوفوا. والله قبل كل شيء يعني نشكرك ويعني حتى نقول اللي عجبتني يعني كاش استعجبت كاش زلبحت بعد يعني التجربة كاع تاعي في التلفزيون ومكان مخرج. وإنما في النهاية يا أخي طرحت عليك باش نوزعك معايا كممثل، يعني والله غير لبس بك إن شاء الله، لماذا في المستقبل إن شاء الله. أدعوكم أيتها السيدات والسادة أنتم أيضا الضيوف المتواجدين في بلاطو هجو الفكار إلى متابعة هذه الوقائع. 70 إيماج كنت تاخذوا من المونتي هذه إيماج كي سو مونتي سون في الحوار معك. لا لا خويا أنا بعتوني والله بعدك حتى زروي ما نقدرش أنا في تسمع لا هو يتحط لك مشكله. روح روح معك سيدي، انا روح نسب لهم جدهم كاع اللي بعثوا فينا وشرح لي فيهم. كيسي كيسي سمعني جوانا العدو بديت الخدمه يعني تما في مشكل معاهم كلهم بدري ما حبش. سي سي اسمح لي يا سيدي اسمح لي فيهم 70000 واحد ما حبش نهضر. اخي داروا عدة ايميل على هذا صح ما تكسرش حتى دماغ. كاين وزير وفي الماء وهاوني في الدار هاوني المؤلف اللي يحضر من بعد تاخذ معاهم الموضوع. ممكن على الاقل نحط مع الديكور ممكن نقطع معاك انت. لا 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 والو معاك انت. لا 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 والو نقطع على الاقل. اه والو انا سون فون نو 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 سون والو علاش والو هذا سابوتاج ليا ايوا حابين يرجع هكاك تحطني في مشكل علاش حبيت تدير ولا يصور لك ها صور دوك هذيك بون دوك رانا نواسيو راني صور صور ممكن كلمة انت الفيلم هذا هذه الخدمة تسمح لي انا خذ معاها موعد واسي انت علاش ما تسالنيش او تسالني بزاف ولا ماشي نسالك على الاقل انت هو الاول مسؤول على الفيلم هذا فقط على الاقل امام ال quand vous dirigez un petit peu les commerces. علاش انتردي ما فهمتش عامل مثلك في هذا المؤسسة. علاش معامل معاهم؟ تعرفني انا؟ تعرف شكون انا؟ ما تعرفنيش. لو كان تعرفني كل شيء عامل معاهم. انا بريفي ما نخدمش مع التلفاز. نخدمش مع التلفاز. اي بصح هذا ماهوش سبب يعني باش انت تقول لي تقول لي ممنوع. بالعقل بالعقل بالعقل. لا هدروا 70000 حصة. اسم انت ما نهدرش انا. اسم لامع. ما لامع. شكرا. فهمني السبب فقط علاش وما فهموا ما كان فوقهم كان شكون بعثك؟ بعثوني لهنا في قسم الانتاج بعثك علمي؟ بدري هذا مو السبب كافي نقول ما دخلك قول ما حبش ما قول لي اسمح لي ما دخلك مش سبب واش هكذا ما حبش بدون سبب ايه ما حبش علاش كنت هكذا شكون انت حتى نقول له هكذا شكون انا؟ هذا والله راك جد ديباسي انا فيرتك تي كوماس ا ديباسي لي بوان نطلع لهم نقول له فقط إيه ما حبش هكا هذا ما كانش هذا ما اجا نتكلم مع الكاتب شوف صباح اذا يمكن اسمح لي ماشي هنا تكلم معك خذ معاه رانديفو هضروا معاه 70000 واحد راك ديرك تضيع لي في وقتي هذه ما شوف انت راك تعطل فيا ما نعطلش فيك لو كان راك عطل كان سهلت لي الخدمه تاعي كان جاتني الصباح كنا نصيبوا لك حل جيني دوكا وقت تولاش جيني ناخذ من وقتك زوج دقائق مي انا عندي الربع نخلص مي انا ما شوف 30 ثانية لا ما تزيدش فوق 30 ثانية هاو المؤلف واش الحكي ما دارك في الفيلم دوكا علاش حتى تهضر معايا انا ما نهضرش يعني الكلام مش معاك انت ما نهضرش ايه ما نهضرش انا تهضرني ولا ما نهضرش شوف هذه اول خدمة تاعي اول خدمة تاعي نتمنى تكون تشجعني كنت درت اسمك تا لان اسمك يعني مش بحاجة الى تقدير لكنك تصبر انا نشوف كيف العالم ها
اسمحوا لي ما نجم اطوندي با انا اسكو يقابلني هذا الاستقبال هذا نو مي انا ماشي غير انت ماشي غير انت جاتني شوف المشوف جاتني الجنه جو هو جو في ما وصحابه فين ما وفين ما وكاع الناس غير هنا اللي يقول لك روح وخرج اوقات العمل لان العمل ما نقدروش هاو كاميرا مان هاو قديم ويعرف هاو ديجا باش نتورني راك حبستني الاقل شويه احترام للشخص إيه معليش حاسس شاب طموح معليش وحنا ما سابوطاج مي ما نقدر تجيني في وقت التورناج وتقول لي وين الوقت انا ماش قاعد نشوف خلاص وين هما وين هما واش كنت نشوف هيا هيا واش مانتا هني هني هيا هني كيفاش نقدر نخبي كيف من هنا ولا هيا بركة هذاك معاك بالملاحه بركة ما كناش بين نشرح من بابك خلينا شوف هاد شوف انا ما يفوتش اسمح لي انت شكون قدر نفسك اسمح لي غادي نتكلم مع قبل نخرج نقول نطول على الحصه اسمح لي اسمع لي حاب من بعد يهضروا معاك انا حاب نتكلم معاك انت صح من بعد كي نسلمك لا لا ما التلفزيون اليوم تحب السيف الهضره ضحك فيا ضحك الناس عليا ولا كيفاش الله يرضى عليك مضحك انا بعد نخدم بارك من بعد نشوف يعني مليحه كي ضحكت ما كاينش اللي يضحك عليك هذا كاع نضحكوا حنا هذا هو الفيلم اما يقولوا عليك تشجع الشباب باي ضحكنا شحال تعطيني شحالكم نعطيك 2 مليون هذا ماكياج اللي هنا ماكياج خلينا روح اهدر معايا بس هاي تفوت هكذا من الشباب شويه بوكس ما تسمع لي شوف انا اول عمل تاعي هيا في بعد بيان اول عمل تاعي ممكن اولا بالنسبه لهذا الفيلم اللي انت بصدد اعداده من ناحيه كما نقولها مصطلحات في التمثيل الجيومنطقيه تاع الفيلم الناحية الجيومنطقية نتاعو سي احنا الاسلام في اسبانيا الاسلام في ما جاوبتنيش يوسف وراي شوية يا اخي قلنا الاسلام في اسبانيا ثقافيا بالنسبة للمصطلح فقط هل هذا الفيلم جيومنطقي منطقي في وقته في القرن الثاني عشر ولا لا 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 ولكن الاسئله نتاعك راهي مخلطه كيما راك تشرب الكوار مش كوار انا شبيك الاسئله نتاعك راهي ماهيش مضبوطه اسمعي فقط لان شوف وضح الاسئله بدقه اذا كان ممكن فيش تكنيك بطاقه فقط فنيه للفيلم هو معي يوسف ريحي دوكا ما سالتنيش العمل تاعي نسالك سؤال تقول لي يوسف جاوبني انت ريحيك واش جاوبني انت اعطيني البطاقه الفنيه للفيلم اللي مثلو فيها هذا كراني اللي مثلو عندنا يوسف ريح يوسف ريح شلوش عبد النور شلوش بوجاجه عبد بوجاجه كوبي كوبي بدايتك مع الفن بدايتك مع الفن بديت في 62 62 بالضبط قبل او من بعد او في وسط كنا دقيق لان معلومات دقيقه هذه 62 راك متاكد 62 واش 63 متاكد على كل حال طيب واول فيلم اول عمل لك 64 شريط وانت كطباخ يعني اسمح لي يعني خارج عمل الفيلم تجيد الطبخ لا تجيد الطبخ بتاتا وعلاش هو عامله هذيك في البدايه اللي عاملتني بها واحد ما هضرت معاه حتى الاول اللي راني هضرت معاك هذا شرف ليا طبعا اسمع لي هذا مو شرف لا مو شرف ما قبلت حتى واحد انت قبلتك اسمح لي تبقى انت زميل يعني في العمل الفني علاش شرف ليا
علاش تشوف فيه انه شرف ليا؟ خاطر فضلتك على الاخرين. ما فضلتنيش؟ فضلتك الاخرين ما حبيتش نهضر. وعلاش فضلتني انا بالضبط؟ انا ما نحبش تفضيل. انا نحب انك تعاملني مثلي مثل الناس. علاش تفضلني انا؟ علاش؟ وقف قضية هذه دقيقة، قضية التفضيل هذه نتحدثوا فيها. لا انا ما تحدثوش. لا لا نتحدثوا فيها. سلك بالخط خليني بس. اسمح لي. خليني بس. خلاص كيك. هيا بارك. شوية احترام. اسمح لي اخ يوسف. نحب نتكلم مع الكاتب ونبدا هذا التحقيق من جديد. عليه تبدا من جديد هنا في يوم واحد اخر ورانا موجودين. انت ثاني مثله. واش وصاكم هو؟ لا 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 اسمعني رانا نخدموه يا راجل، ماشي ما كانش لي وصا ولا رانا قادرنا، خلينا نخدموه رانا نخدموه فيما هو يا حضرة زيدوا دقيقة خاطر لا 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 ما لقيت حتى تفاهم منكم، ما لقيت حتى واحد سهل لي المهمة تاعي. حتى تسهل انت المهمة تاعك ومالك صلاح نقدروا نسهلوك حنا المهمة. شي عيب في حق الفن وفي حق كذا اني اجلس امام الناس كيما هادو ونتلقى هذا الاستقبال. فشلت. استقبال رائع. ولكن مع الاسف انت ما كنتش في المستوى. اي. توافقوا كي يقول انا ما كنتش في المستوى. اسمع. سير هادي. لا 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 دوك نبدا لان شوية في حالة أعطيني كيفية واحدة. أصلا دقيقة ساتر ما يليش هنا يا وش بيه؟ الممكن أنك تشد 30 سنة من بعد وحب الشعب هديش لك تبقى عشت وحب الشعب على هذا أيها السيدات والسادة نشكر الأخ والأستاذ والزميل اللي نتمنى له ان شاء الله 30 سنه من العطاء في المستقبل ونشكرك بزاف لانك شاركت في حصه المفاجآت. ممكن تعليق بسيط يعني من عندكم اذا شئتم سيدي حول الشيء اللي كنتوا تشوفوا فيه؟ يعني صور بنفسها فيه تعليق كامل يعني ما نقدر نحكوش نزيد نعلق. انا يعني كمخرج وتزلبحت هكذا والله ما بقاتش. ونشكرك على كل حال كما قلت لك يعني هذه حصه نقدروا يعني نفتخروا بها يعني للخارج يعني والله راني فرحان مليح كي شاركت في هذه الحصه هذه. وكما قلت لك في السابق لو كنت كان عندي الوقت كنت بالك ما نزعفش هكذايا كما زعف كون هنا كان عندي الا 3 سوايع باش نوجدوا هذا المسلسل 15 حلقه اللي يجوز في رمضان 3 سوايع مع الممثلين وبالعربي الفصحى تعرف هذيك اللي قلقني وعملت مليح اللي جيتوني ذاك الوقت هذاك. يعني الناس اللي يعرفوك واللي ما فيني يتعاملوا معك في الميدان الفني قالوا لي انا شخصيا قالوا لي بلي سلكت لها يعني كملات. اي والله غير ايه هادي عندهم الحق. لا لماذا علاش ما ضربتش؟ لما ضربتش خاطر كانوا النساء بزاف في الاستديو كانوا لا ماكياج كانوا النساء احترمت النساء ضربت ناس في الاستديو هكذا وكيكونوا النساء ما نحبش ندير هاد القباحه هذه. هذه هي اللي كنت نستنى فيها خاطر شباب خلات نعرف عمي محمد مليح كي ما حطكش بوحده. ايه احتراما ما نقولش احتراما للتلفازه خاطر خدمتنا هذه هي احتراما للنساء اللي كانوا تما. يعني والله نقول صراحه تعرفني انسان صريح والناس تعرفني والله يا لو ما كانوش النساء تما كانت طايح اكثر من نايض يعني ما خاطر حبلتني وتندوك الكوماس يا جماعه. والله غير فريما ما يعطيك الصحه يعني قلتها لك ونزيد نعاودها لك مكانك راهو في التمثيل والله غير في التمثيل يعني يعطيك الصحه ان شاء الله. لما لا نقول فقط لان حسب الاقوال تاع السيد الفاضل ان بفضل الانسان سلكت لها. اي كان كما قال خويا علي انسان كما يقولوا بالرميه لا باسيون سا دي ليميت انا وانسان مقلق انا الناس تعرفني مقلق الى اخره
هاو علي كي شفتو قلت والله لو كان كنا بحالك راني وزير انا لو كان كنت يعني على الصبور كيما هو كراني وزير ايه يعني يعطيه الصحة صبر صبر انا لا انا كان اذا هو عنده ليميت على 100% انا عندي 60 40% انا مليحة بين قوسين فقط تحية للنساء اللي كانوا خاصة متواجدين في البلاطو لان بفضلكم منعت فضلكم بالكلاس جبل هذا الخطرة وخطرة سلامات ان شاء الله سلامات والحمد لله لا زيد عاود خطرة زيد عاود زيد نعاود معليش تضمن نضمن نضمن هاي خلاص ان شاء الله نقول في الكوماسي قبل ان نوصلوا هذا النقاش الشيق فقط نزيد ندعوكم الى بعض الايقاعات النغمية والفوج والجوق الجافون بقيادة الفنان توفيق الجزائري تفضلوا يعطيكم الصحة ونتمنى الالتقاء بكم إن شاء الله في المستقبل قبل أن نختموا الحصة أعتقد أنكم استلطفتم الجلوس نوعا ما إلى هؤلاء الضيوف مدى بكم كلمة 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 تفضلوا شخصي نشكركم يعني لهذا السهرة هذه
يعني تغيرنا شوية من الجو اللي رانا عايشينه، وراني متحقق ان الجمهور راح يعيش يعني لحظات متينة ان شاء الله. ان شاء الله. علي كل هال انا جو بونس كو سا تبدل على لي زوتر زيميسيون باسكو لا تيليفزيون تاعنا بكل صراحه مريضه بالبزاف، و سي بور سا كي فودريك انسان يبدل دي سيجي باري. دونك نظن كيما يقول عندي واحد حبيبي يهضر بزاف بيديه يقول ميسيون هكذا، دونك ان شاء الله تكون هكذا ان شاء الله. مجدا نشكر هذه الحصه تاع هاجو الفكار، و نتمنى لك ان شاء الله تكون ضيف نتاعنا في المستقبل ان شاء الله. ضيف ان شاء الله ويفرح علي بالشيخ كما فرحت انت اليوم. ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. اذا ايها الساده والسيدات، اولا يعطيكم الصحه ضيوف ونجوم البلاتو اليوم، كنتم في المستوى، وانتم ايضا الجمهور، وانتم ايضا الذين تتبعتم الحصه نتاعنا، اعتقد واملي انكم قد استلطفتم وكنا عند حسن ظن الجميع. نقول لكم ايضا تقبل الله صيامكم وقيامكم، الى ان نلتقي في الاسبوع القادم نقول لكم الى اللقاء والسلام عليكم.